كريم اجي لك، يمكن اكيد الفوز بذهبيه الرجال في بطوله الجمهوريه انجاز كبير، خاصه على السنه الثانيه للتوالي. اكيد الحمد ده طبعا لله. ما جاش من صدفه، لا جه الحمد نتيجه لله، تخطيط وشغل. الحمد لله يعني رب كلمنا العالمين. عن البطوله والمنافسات وازاي استعديتوا لها. احنا بنستعد للبطوله من اول ما البطوله بتاعت السنه فاتت خلصت. فعلا ما شاء الله. يعني يعني مثلا السنه دي احنا خلصنا البطوله يوم الجمعه 6-1، نزلنا التمرين يوم الثلاثاء 10-1. مفيش راحه. لا احنا بناخد الراحه بتاعتنا بتبقى راحه ايجابيه، بنشتغل بيزكس، بنشتغل فيزيكال بريبريشن، اعداد بدني خفيف، بنأهل الجسم ان هو في حاله نشاط دائم دايما ومستمر عشان الدنيا ما تنامش، عشان بنعمل حساب الظروف اللي هتبقى القهريه اللي هنقعد فيها زي امتحانات لاعب غصب عنك اي فمش حاجه، هيجي. فمش هطول في اي اجازه بالنسبه لفريق الدرجه الاولى. احنا من بعد ما خلصنا السنه اللي فاتت الحمد لله، والولاد نفسهم اللعيبه حاسين بالمسؤوليه، وكانوا عارفين ان في خبير اجنبي جاي، فعايزين يظهروا قدامه حتى بالصوره اللائقه اللي تقول ان احنا عندنا جمباز كويس. اللعيبه من بعد البطوله السنه اللي فاتت بعد ما انتهت فتره الامتحانات على طول، اعلى مجهود بيبذل بشوفه، بيشتغلوا ولو ما حدش موجود معاهم في الملعب هيشتغلوا. غير ان احنا حصل حاجه ظريفه، احد ابناء النادي اللي هم سنه قريب من سن الولاد مدرب فريق الدرجه الاولى، وده لازم اشكره طبعا ونذكره، كابتن عمر عريضه، كابتن كان لاعب هايل من لعيبه النادي الاهلي في اجيال سابقه، بس هو مش كبير قوي، هو سنه 25 26 قريب. قريب من سن الولاد يعني. ويحيى كام؟ يحيى كام سنة؟ انا 21 سنه. 21 قريب فعلا. الولد يعني عمر عريضه مدرب هايل، بذل مجهود رائع مع اللاعبين، ما شاء الله، خاض معاهم فتره اعداد رائعه، بعض الاحيان يستعين بخبرتي في ان انا كنت ماسك الفريق في الاول، واحيانا كتيره كنت بحب اطلق ايده مع الولاد، عامل صداقه كويسه جدا مع الولاد، لاممهم كاسره واحده. دي احد اهم اسباب النجاح، ان احنا اسره واحده ما بتعملش ان طب في وكابتن واحد. عمر اول سنه يبقى معاكوا او عمر، متولي لا عمر المسؤوليه، مدرب ماسك فرق تانية، بس اول سنه ما يبقى مع الدرجه الاولى. اول سنه مع الدرجه الاولى بس بصراحه يعني بس دي ثقه كبيره جدا منكم انتوا كقياده. لعيب هايل، مدرب اثبت كفاءه في فرق قبل كده، حافظ الولاد كويس، ما شاء الله. اصحابه، مدرب عنده نبته كويسه ان هو يبقى مدرب على مستوى عالي. فاحنا مش بنغامر، احنا بنبقى شايفين رؤيه كويسه في المدرب اللي قدامنا. فالحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى دكتور محمد فؤاد وانا ناقشنا ان هو انسب واحد يمسك المرحله دي. كنا محاوطين عليه في الاول لان الولد ما شاء الله يعني منطلق بالولاد كويس قوي ما شاء الله يعني، كويس، في اختيار ظل جميل. تخطيط مشترك، ولما جه الراجل الاجنبي اثنى عليه كمان ثناء كويس جدا ان هو ما شاء الله، وكان لاعب، كان لاعب على مستوى عالي يعني. يعني اختيار موفق، وانتوا بتجنوا ثمار الاختيار ده طب دلوقتي. الحمد يعني لله رب النهارده احنا العالمين، بطل الحمد الجمهوريه لله الموسم الثاني على التوالي الحمد في لله. ظل منافسه شرسه. لا كانت منافسه شرسه جدا السنه دي.